السلام عليكم. سميتي أيوب خالدي. جيت لطنجة في 2016، انقطعت من الدراسة في سنة 2013 من أولى إعدادي، ومن بعد ما جيت لطنجة هنايا دخلت كنتابع الدراسة ديالي في مركز محاربة الأمية الوطني. صراحة شوية كنت مخلوع، ولكن الحمد لله دازت كلشي مزيان. دازت فيها 15 فترة ديال الاستعداد ديال الامتحان، كانت شوية صعيبة، وكيكون شوية ديال الضغط، يعني شوية ديال الضغط، الوقت كيمشي دغيا شوية. أنا خصك داك باش تبريباري جميع المواد. الحمد لله قدرنا نبريباري وندوزو الحمد لله. صراحة أنا كيعجبني نخدم في الأعمال الاجتماعية، بصفة عامة كما كان الأعمال الاجتماعية بصراحة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.